بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه يسيراء سبتنيا ودرسي هنا، الدرس السابع من سلسلة السيرة النبوية. سنة النبي عليه الصلاة والسلام يهو التاريخ من نورابت سبتنيا ودرسي هنا ليه. بلفوا درس لي بتلي يا وحي كفلوتشن تملكت النبر ياقومنو لما تقوم كمكر كنت نقر عندو يدعوا اركانو جنا درجاو جنبر رسول صلى الله عليه وآله وسلم يالفوا باتو يدعوا مراحل ويم يدعوا اركانو زاري كسو نجمر علن مراحل الدعوة. يدعوا اركانو مراحل الدعوة سوست اينات اركانو جنا الفونو ينبي صلى الله عليه وسلم دعوة انكسكاسي يهيدو. يمجمروا المرحلة الأولى الدعوة إلى الله سرا، ودع الله سبحانه وتعالى بمستر متارات نبرة. يمجمروا أرمجة مستراوي انكسك آسي نبر مستراوي سيبال تنكول يازل سيرا يازلال نبرم طبعا نقر قن يا يحق انكسك آسي بيفا مادرق ما يتشالبت هنيتانا درجة ليسنا نبرة ببيتسب درجة بكربع كابي بلو سوش درجة يمدرق انكسك آسي نبرة. ولتن يو قال في دعوة أركن دعوان الجهر بالدعوة يا بدبك يا رجوت ينبرون دعوة بيفهمنا بجلس ما درجنا هي ولتن يو أركن وصوتن يو. المرحلة الثالثة الدعوة للإسلام خارج مكة. خارج مكة كمكة كل الوجية تدرج يوج أجر دعوة مالتنا نزين إن شاء الله نملكت. يا مجمروا الدعوة إلى الله سرا نو بمستر ود الله عز وجل ما تعرض سهل بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر. سورة المدثر لا يمكن أن قصد يا سلفنا تمارتنا بالله ودرس لا يا أيها المدثر قم فأنذر يمي لو تزاز كما تعكزي جمره. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يا الله ملك تنيا ودع الله سبحانه وتعالى متارات انت يا يازو هلا فينة لما وتعت انكسك آسيا درقو. وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم ينبروا بيت مهبرسب درك اوش نبروا هاي ما نوت ميبان لقر يلا تشو ميقات هاتشو مالتنا عند هاي ما نوت هرقوا يازوت من دنو إلا عبادة الأصنام والأوثان طاوتنا تنمملك هاولتو تن كاملك باشاقر ليلة أينت أمنت على نبراتهم. رسول صلى الله عليه وسلم ينبروا بيت مهبرسب ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك ينبراتهم من رجاء ولا جوتشات تنين بزي من قال لها أغنين كمالت باشاقر وين يتشاقر أنه يعلف أنا قرع النبراتهم بأملك بهاي مانو الدرجة تعاو تملكوت بمعصر الجا درجة ولا جوتشات تنين ناكر ما يتشات تنين يغنين بات بوتانا يغنين بات أقوى منه كمالت يعلف عن النبر ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة عند بحري يازوت نقر دمو بحرياتهم من نبرة بهايل بقلبت ما ياز كانونا بستقرى ليلة إلا ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف تقروت المفتاة بيتشن يا منقل النسوغا سيف بيتشا نبر طور النثنو انجي ليلة مفتاة منقل النبرة الجو قنبارك الدم مفتيها التولة مالتنو. وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب اندي كمونا التوم قا بعربو دسيت وست يا هيمانوتون مرينت بجنبار قدمنت يزو في اللفت يميقلوا مهبرة سبوش نبرو ومحتلين مركزها الرئيسي يدعوهم وانا مأكلون تقوططروا يميقلوا سبوش نبرو ضامنين حفظ كيانها. فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجئ الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة بما يهيجهم يالو تجبات أهن يأيينو نبرا الناس يأيينو بيت هاي هيمانوت مريوش نيان بلهم يعصبوا بيت يا هيمانوت هلونا انت ابك علن بلهم اكدنا في اللاغوت يالاتشو اكابيون يتكوت عطلوت حيلو لان الناسو قانو يالو سلزي النزي بزي عينة مدركنا هوني توجش اندي بهونو بيت ساعات تسمامي ويدعوا هيدت مستراوي يدعوا هيدتنا دينن بمستر ماستمار مالتنا وستلوست ماستمار دينن ماستمار لمن النبي صلى الله عليه وسلم ينبر ربه مشيكوش اندزيانت تجباج لا يالو يهين تجباج دنقتن يا
دب دا أوردو باتشوا سيابكو تجروس تندايك تواتشوا بعدين داين نساسو أزافوا كباليهم سلامي تل مالت سلزيم نو يهنا رم الجاي والسرد. وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته. نورمالي دعواتهم سيجمرو نقول مستراوي دعوانه كتب على متجمر يالبت كساتشو قال نككي كفتن يقلن ينتنا كرابيتا كالو بيتسابنا مجمروت كابيت زمدو تشاتشو كواندو كواندو تشاتشو جمرو فدعاهم إلى الإسلام ودسلم الناطر راتشو فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في نبوته صلى الله عليه وسلم النزيه تريش يارقو لاتشو كبيت سبو تشاتشوهم كقودنيو تشاتشوهم ما أنه يتقبل لاتشو منهم ترتاري بنبيات الله صلى الله عليه وسلم بنبيات الملك تنجي النتلاي نبي النتلاي منهم ما ينت ترتاري للاتشو سووش تقبلوا لاتشو بتاريكم السابقين الأولين أو السابقون الأولون بمبالي متاوكوت جنبارك قدم صحابة وتسلم بالنسو بجنبارك قدم النت ميقنيوت يا نبي صلى الله عليه وسلم بعلى بيتي ونتشو أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والله ودقوا الدنيا تشو صديقه الحميم أو بكر الصديق مولاه زيد بن حارثة ساتشو قايا قلق قلق نبرو زيد بن حارثة يا قوتا تشو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أن زيه جنبارك قدم يسلموا سوتشوهون. طبعا ماني قد مالك زي مهل يسيرا علماء وجهت لأي نقر تكسال أصحاب السير نقر قن المهم بجنبار قدم النت يتقنيوت النزينا توبتك كله عندنا نوتش أنصار يا رجوت هل كسيتوت أنصار خديجة كوندوت أو بكر الصديق كاقل قايوت زيد بن حارثة كهزانات ويم كل جوج أقوتات يقوتات تولي علي بن أبي طالب نيل المهم عموما النزيه صحابة وجه بجنبار قدم النت سلم رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد التتبع والاستقراء يتضح أن الموصوفين بالسبق إلى الإسلام وصلوا إلى 130 رجلا وامرأة فتدرقوا تاريكاوي كتتلنا نباب مسارات قد موسلموا ودسلمنا قبوا يتبالوت كتراتشو متو سلاسا وندوش الناس يتوشن ارتكين طبعا ولكن لا يعرف أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها دعوة بإيفها كتجمر أبوها لا يهوني يثو السنة يسلموت كدمو عالتاوكم نقرقن كدمو ودنسلمنا يقبوت بقنبار قدم الناس قبو يتبالوت كمتو متو سلاسا وند الناس يتوشن دهونو تاريك يا سيان بزينة نتلأي ألا صلاة تدنقق تشريع الصلاة من الأوائل ما نزل من الأحكام بدنقاقي درجاء بجنبار قدم النت كورد التزاسات مكاكل يا صلاة قدين نبر وهي العبادة التي أمر بها المؤمنون مؤمنون كتاززوا بتي عملكو تاينتنا ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواهي أخرى غير ما يتعلق بالصلاة كصلاة قاك تازوجي ليلة إزازات الناكل كلاوت المتو نبر وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد بتكبار درجة ما درقوت عبادة يمتو كصلاة من ما نبرم لاجزي يلك ونس يمي وردوت وحيوج يتلاقيه توحيد أكتا تشاء يبرارو شرح يدرقو نبرا ويرغبهم في تزكية النفوس نفسات تون كشرك كبدعة كونجلنا كما ساستلت أتسيا في نقر انديات أرو نبرت الرسي الدرقية نبرا ويحثهم على مكارم الأخلاق ونحوه ملكا مسنا مقبارات وتلايك اسكاسا ما درق نبرا ولم تزل الدعوة مقصورة على الأفراد مدة من الزمن قليه لتوسنا قزي عبادات شون بدبكي يا رقو دعوات شون اندزي وسط لوسط انقصك آسيوني يا رقو توحيلوني يستمروا شركني يتفلموا كتلوا رسول عليه الصلاة والسلام لتوسنا قزي هيدت كتلا دعوانهم بيفا ما درقونهم الفترو إلا أنها عرفت لدى قريش ني كم هونهم قا نقروا وطعنا مشركو تزن تبتنا تسمى وفشى ذلك ذكر الإسلام مكة وتحدث به الناس مكة كتمان دلس الإسلام إنه ما ورد جمرة سويت سلزيم وري وتنفس كذا قريه موتعته كالكرة ودك التاي مرحلة نبري تشقرت رسول صلى الله عليه وسلم
ይሄ مرحله ምንድን ነው ቀጣዩ የዳዕዋ አርካን ወዴት ተሻገሩ የሚለውን ደግሞ በሚከተለው درس እንመለከታለን ያንንም ተከታተሉ والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته